الرحمن الرحيم. ثاني شغله الحمد لله رب العالمين انه احنا اخذنا الدوري، ولما احكي لكم مداهمه يعني مداهمه وبالطول بالعرض الدوري حسيني. ويلا شباب على الوصف الثاني. اول شيء بقول الف 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 مبروك لنادي الحسين. عيد مش العيد واحد، عيدين، عيد الحسين بطل الدوري وعيد الاستقلال، والف مبروك ومنهني جلاله الملك عبد الله الثاني بعيد الاستقلال والشعب الاردني. اخذنا جداره وهذا الفرحة طل جمهور الحسين ما شاء الله عليهم. وهسه راح تشوف بالزرقاء وراح تصل بس اربد، مدينة اربد الحمد لله راح تلاقيها مهرجانات. نلتقى قاعد ورص التل كمان ساعة. بجمل جمل الدوري طار، لا عالمخيم ولا عالمطار. الدوري جمل جمل الدوري طار، لا عالمخيم ولا عالمطار. هاي البداية وإن شاء الله هذه بداية لسلسلة انتصارات لنادي الحسين. انتظرونا بالآسيوية وإن شاء الله بالكأس والبطولات القادمة. الحسين هذه نقطة اللي قال الحسين بجيب ثالث رابع، هاي الحسين صمد وإن شاء الله هاي بداية. وشفت جماهير الحسين أيها رجعت، وإن شاء الله القادم أفضل. مبروك لنادي الحسين ومدينة إربد الدوري المستحق. كنا الأفضل بالدوري من أوله لآخره والحمد لله توج بالدوري. وألف مبروك لكل الجماهير وللاعبين وللإدارة وللمدينة إربد كاملة. شكرا. نقول مبروك لها الجمهور الحلو اللي أجا من إربد من قرى إربد. ومنقول شكرا للإدارة على اللي عملتيه ووفرتي له النادي وفرحتها الجمهور اللي كان يحلم بالدوري، والحمد لله صار الدوري عندنا بإربد. جماهير الملكي بهذا الدور التاريخي بالنسبة له. أول شيء مبارك للسيد عامر أبو عبيد رئيس النادي. ثاني شيء بس بالله عليك لا تقصها لا تقصها، بس بدي أقول لك وجبة الشاورما لأن ما بعرفش من إيش تتكون، في شاورما لحمة وفي شاورما دجاج وفي بنحط معاها شنين، بالله عليك لا تقصها. مبروك الملكي، ألف ألف مبروك. خلاص وايد بتنقص بس بترك الماي. أنا ما مسكين. أول شيء ألف مبروك نادي الحسين وجماهيره، وهذا الفوز نهديه لقرايبنا وحبايبنا، وإن شاء الله بنحتفل هسه على دوار الستة للصبح. وبنقول لجماهير الفيصلي تفرجوا علينا، روحتوا موسم صفري وقول حا حا قول حا حا. أنا بتكيف بصراحة، قول حا حا قول حا حا. أنا بتكيف بصراحة. حسين بفوز بالدوري، فوز بفوزنا بجدارة. قول ألف مبروك الدوري. مبروك الدوري الحسين إربد. الحسين إربد مبروك. رجع الملكة راحت عليه. فوز استحقه بجدارة وشمل الكاس والحمد لله على الفوز، وكل التبريك لنادي الحسين. وهذول اللي بقى راهنوا علينا وبقى يقولوا انه الحسين راح يخسر، هذا احنا فزنا واخذناها من الزرقاء وشملنا بها على دوار وصف التل. الف مبروك وانت حبيبي يسعد دينك. الف مبروك لنادي الحسين. بحب اقول كلمتين، كل الانديه الاردنيه، كل انديه وطن مش نادي واحد، كل الأندية الأردنية أندية وطن. كل الاحترام لك والله يعطيك العافية على وقفتك معنا بالدوري. هذا الدوري غصب عن كل عمان، هاي مروح معنا على إربد. الحسين والله يعطيهم العافية، وكلنا نوادي أردنية والله يعطيهم ألف عافية. نبارك لنادي الحسين ونحكي كلمتين. يا حرامك يا حرامك يا عامر أبو عبيد بأندية الأردن شو عملت. ألف 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 مبروك لنادي الحسين، 45 عام واحنا ننتظر هذا اليوم. والف الف مبروك لنادي الحسين. الحمد لله اجى الدوري بعيوم وطني يوم استقلال. الف مبروك غزات الشمال حسين البت. الدوري الدوري شمل شمل الدوري طار، لا على المخيم ولا على. الحمد لله رب العالمين، دوري بعد عناء كبير اخذناه الحمد لله. والف مبروك لجماهير اربد كامله وللشخصيه العظيمه عامر ابو عبيد. والحمد لله رب العالمين. الفيصل اذا تحكي وجبات، احنا مش وجبات، احنا دعين الفريج والمفتول والمنسف البلدي، احنا الوصل احنا اهل القرى. انا مهيس بصراحه والحاحه شوي. الحمد لله رب العالمين بعد 45 سنة اليوم أكبر فرحة بتعادل فرحتي بجواز أولادي. الحمد لله رب العالمين، الدوري تشمل وإن شاء الله الكأس. شكرا. يعطيك العافية. أول شيء قناتك رائعة جدا. واجب نسيت. الحمد لله رب العالمين، التتويج الملكي شفناه بداية الموسم هو متصدر. ويا فيصلي افهم مين الحسين وافهم شو أندية الشمال أنت والوحدات وأندية عمان. ألف مبروك
لا الحسين اربد اترك. وان شاء الله كاس الاردن على الطريق وابطال اسيا على الطريق. يلا الحسين ابطال الدوري، الحسين ابطال الدوري وشمل كاس شمل. الله يعطيك العافيه، مبارك للحسين اربد وجماهيره وللاداره، وان شاء الله فانتظرونا في الايام القادمه مع الحسين اربد ان شاء الله. الف مبروك لعشاق الملكي النادي الملكي، الف مبروك لعشاق النادي الملكي، الدوري شمل وهذا دوري وسط التل. السلام عليكم ورحمه الله، الف مبارك لنادي الحسين اربد، وان شاء الله السنه الجايه كمان نوعدكم الدوري اذا بسلهم درهم تبعون الله. يعيش جلاله الملك المعظم، يعيش جلاله الملك المعظم، يعيش.